طب انا عايز اعمل حاجه والله هتعجبكم قوي برضو مش موجوده في المقارنه. احنا معانا وقت قد ايه يا شباب؟ للامانه حلوه بجد يعني. انا بص الحاجات بتطلع معايا كده بتعجبني قوي. اللهم صل على النبي. جوزك بقى قاعد في البيت النهارده اجازه وانت بتعملي فطار لاولادك، هتيجي تقول له توست وشوكولاته يقول لك هترجعيني لطفلي تاني، والراجل بقى هيحس ان هو في استخفاف يعني انت خدتيه في السكه وماشي. لا لا لا، اعملوا له طبق مميز. الشوكولاته اللي ساحت معايا دي كده عندي تفاح اهو، ده طبق مهلبيه جامد جدا، مهلبيه التفاح بالشوكولاته برضه يا استاذ رحام مش في المقر، بره النص خلي بالك اهو، دي بره النص خالص اهو. يا ويلي انا لو انا في البيت يوم الاجازه ده الطبق ده مود عالي في الشوكولاته، تفاح في الشوكولاته كل ده ده طبق مهلبيه لطيف وحلو وهغرفه في الطبق كده واصب عليه الصبح في الكاسات الحلوه ممكن نعمل حاجه حلوه كمان حالا دلوقتي في مينت، عجينه الكريب اللي موجوده عندي نعمل بقى زي المحلات بتاعه اللي ايه كريب المشهوره زي ما هو كده ركزي معايا بس عشان الحاجات دي مش موجوده في المقرر، خلي بالك هي بتطلع لوحدها كده، ده رزق زي ما بيقولوا اجيب البلانشه دي كده بسرعه واخد عجينه الكريب الحلوه دي كده حاجات بتطلع كده للحلوين، واخد العجينه دي كده زي المطاعم المشهوره واجي بالسكينه بتاعتي الحلوه العب الله عليك ده فطار لجوزك بقى، هتقولوا له بقى ده انا عامله للولاد؟ لا هيقول خالص انا عملته لك مخصوص يا حبيب قلبي بس انت جايبه الحاجات اللي انت اشتغلت بيها وناخد العجينه الحلوه دي كده تفك كده الله عليك خالص ما ينفعش لازم عجينه كريب شفت حلو قوي زي الفل دي مش موجوده ده طبق تاني نخليه هنا شيل المول ده كده الف هنا وشفا ده بتاعي انا بعد ما نخلص